سعيد فمحتاج انفاق. بنكمل مشروع الفحص بتاع فايروس 56 مليون، فمحتاج جراحيه وتقديرات والانفاق فيه اكتر ما كنا متوقعين، محتاج انفاق. توفير الامصار والادويه والاجهزه الطبيه ورفع كفاءه المستشفيات محتاج انفاق. وننفق على ده كله مترجم في انك انت في النصف الاول صرفت اعلى من النصف الاول 63% في الاستثمارات اللي هي بتحسن وبتخلق فرص عمل. في نفس الوقت التعليم نفس الوضع، تابلت على حوالي 3 مليار جنيه قدرنا ندمرها، وبدء منظومه تطوير التعليم بالاضافه الى مستمرين في السكن الاجتماعي. يمكن شفت حضراتكم وزاره الماليه وقعت بروتوكول عشان تدعم التمويل بتاع السكن الاجتماعي، كان بعد اجتماع مجلس الوزراء الاسبوع اللي فات، لانه هندعم اكثر في هذا المجال. وده كله في توفير فرص عمل والرعايه الصحيه والتعليم والسكن الاجتماعي وكل الحاجات دي هي حمايه اجتماعيه. وان الاقتصاد ده سبب الم للناس ان هو توافر الحاجه، لانه الالم ده مكن من انه السلعه تبقى متوافره، بس انت النهارده قدرتك على احتواء يعني الحصول عليها قلت نتيجه للصعوبه في عدم التوازن اللي حصل ما بين دخلك وما بين الاسعار. انا بقرر وبقول لحضرتك ممكن ما تتفقش معايا في النظره دي خالص، بس انا النظره دي عشتها وبكررها لما لفيت مصر وجمهوريه مصر العربيه عشان 15 مليون دولار مش لاقيهم اجيب لهم دواء فيروس سي. طلع المصادر رئيس الوزراء وقلت له بص بكره ما فيش دواء فيروس سي في مصر. والناس اللي بتتعالج من دواء فيروس سي هتروح المراكز مش هتلاقي الدواء، وبالتالي كل اللي صرفته مصر على الناس دي في فلوس بقى في الارض. على 15 مليون دولار مصر كلها ببنوكها كله بقى ما فيش 15 مليون دولار. دي ما بقتش عندي. انا قلتها كنا في ديفوس الاسبوع اللي فات ولقينا المستثمرين بتوع البترول طلبوا من امن رئيس لو ما كنتش عملت الاصلاح ده كان ممكن يبقى ايه الوضع؟ ما احنا شفناه، احنا من غير ما نعمل اي حاجه ومن غير ما نحرك اي حاجه لما السكر قل في السوق سعره راح من 25 جنيه من غير ما نعمل اي حاجه، من غير ما نجيب اي حاجه، مجرد بس ان هو نقصت السلع في السوق. مجرد ما نقصت الكهرباء الناس بقت تجري تدور على معدات كهرباء وتشتري معدات كهرباء. طب يا ترى لو كان الغاز ما جريناش وحلينا المشكله ديت كان تزويد المنازل بالغاز كان هيكون. طب هو بقى مش محتاجين غاز، ما عنديش عمله صعبه، وبالتالي صرفوا بقى رجعوا بقى للغازات بقى اي وسيله بقى رجعوا اجانب. او زي ما الناس كانت ساعتها بتقول لك بتخش السوبر ماركت الرفوف بقى بتبقى فاضيه. فده جانب ما تستبعدوش ما تحذفوش انه مع